لقي 41 شخصا على الأقل مسرعهم نتيجة تحطم طائرة شحن يقودها طاقم روسي في جنوب السودان وفق ما أعلنه متحدث رسمي. وأكد المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان أتين أويك نجاة 3 أشخاص من كانوا على متن طائرة، من بينهم طفل وأحد أفراد طاقم الطائرة الروس. وأفادت تقارير صحفية أن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها من جزيرة صغيرة في النيل الأبيض على بعد نحو 800 متر فقط من مدرج مطار جوبا. ومعنا من جوبا رئيس تحرير جريدة الوطن السيد مايكل كريستوفر. مرحبا بك سيد مايكل، هل هناك تفاصيل عما حدث مع هذه الطائرة وعن أعداد الضحايا؟ نعم، اليوم بحسب ما يقال هناك وبحسب التقارير الوارده لديكم، فكانت الطائره غرقت من مطار جوبا في تمام الساعه 8:56 دقيقه صباحا متجهه الى منطقه فلج التي تقع في شمال ولايه عاد النيل. في اساسها هي طائره انتينوف، طائره الشحن انتينوف من طراز 12، كانت تحمل عدد كبير من الركاب اضافه للشاحن للمواد الغذائيه وغيرها من الادوات. فالطائره وراح ضحاياها نفر كثير من المواطنين الابرياء اضافه لطاقم الطائره. كل المؤشرات تؤكد بان هناك كان في يوجد اهمال مشترك من قبل اداره الشركه العامه في مجال الطيران باعتبار ان الطائره كانت لا تحمل وقود كافي. توجد أزمة مواد بترولية في البلاد، فالطائرة كانت لا تحمل وقود كافي. سيد مايكل، تستحمل المسافات بعيدة يعني. بعض المعلومات، اسمح لي سيد مايكل، بعض المعلومات تتحدث عن محاولة قائد الطائرة الهبوط اضطراريا، ما دقة هذه المعلومات؟ نعم سوري أنا ساكت. بعض المعلومات تتحدث عن محاولة قائد الطائرة الهبوط اضطراريا قبل عملية السقوط، هل هذه المعلومات دقيقة؟ نعم، كانت هناك محاولة الهبوط اضطراري من كابتن الطائرة واتجه شمال مطار جوبا لما يقارب 100 متر لمنطقة تسمى منطقة كوندوكورو، هي جزيرة خالية من السكان. فاصطدم بإحدى الأشجار، المنطقة تمتاز بكثافة الأشجار في المنطقة، اصطدم ثم تمت الحادثة المؤسفة ونجا منها طفل وشخصان اثنان من الشباب يعني. شكرا لك سيد مايكل كريستوفر رئيس تحرير جريدة الوطن، كنت معنا من جوبا.